سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. صوت عريض عميق وأداء متميز وأذن موسيقية حساسة، هذا هو الفنان صاحب سهرة الليلة الأستاذ محرم فؤاد. أهلا يا أستاذ محرم. أهلا وسهلا. أقطع عليك استغراقك وأنت مندمج قوي مع العود واخد في حضنك وأقول لك أنت بتعمل إيه، يعني إيه الدندنة دي؟ هو أنا بتعايش مع مراجعة بيني وبين نفسي لأغنية جديدة اسمها وليه لأ، وهي من تأليف الأستاذ محمد حمزة ومن ألحان الأستاذ بليغ حمدي. دي أغنية لسه ما اتذاعتش، ما اتعملتش، لسه في مرحلة التكوين. أيوة. إيه كلماتها؟ هي بتقول وليه لأ، وليه لأ، لو يجينا الشوق يزورنا أهلا أهلا، لو في ليلنا أو نهارنا أهلا أهلا، يسهرنا يشوقنا يحيرنا، لو آخرها نشوف أمرنا ليه لأ. حلوة لذيذة قوي. أنا أقول لك ليه لأ ما نسمعش جزء منها دلوقتي. لا ما عنديش مانع أبدا. أستاذ محرم، كنت عاوز أخد فكرة عن أنت والكلمات. يعني أنت ليك رول في اختيار كلماتك، في معايشة الكلمات، في يعني باعتبار الكلمات هي اللبنة الأولى، الأساس الأول. وأنا بشوف لغاية دلوقتي أن أضعف جزء في الأغنية العربية لغاية دلوقتي الكلمات، حيث تبدأ الكلمات ضعيفة مهما كان اللحن ومهما كان المطرب، في النهاية بيبقى عمل ضعيف لأنه بيقدم إيه للمستمع في النهاية؟ لازم بيقدم يعني ثروة أدبية فنية، بيقدم إحساس جميل إلى آخره. بالطبع، لأن لازم يكون في الكلمات شيء من يعني الشاعرية أو الفكر الجديد الحديث، يعني يكون كلمات مش عادية، لأن لما بيكون فعلا في كلام عادي وتأليف ساذج مهما اتلحن وتغنى مش هيترك أثر طيب يعني عند الناس. يعني فالكلمة الجديدة مع الفكر الحديث مع الرؤية الشاعرية بتخلق نوع جديد من الشعر الغنائي. ومع ذلك يعني برضو يمكن الواحد بيراجع نفسه ويقول انه اللحن لما بيتكرر ويعيش بيخلي الأغنية تثبت في النفس. يعني مثلا إيه، زي ما يكون عطشان وشربت، زي ما يكون إيه تعبان وارتحت. يعني
يعني كلام جزء منه عادي يعني واخد بالك انت زي ما كنت تعبان بسيط قوي يعني ومع ذلك الاغنيه دي من اشهر الاغاني واللي الواحد بيذكرك بيها باستمرار يعني ليه تفتكر؟ لان دي اولا كلمات الاستاذ الشاعر عبد الوهاب محمد وهي من الحان الاستاذ عبد العظيم محمد، ولكن هنا هو استهلاله للفكره كان موفق. يعني هو قال تعرف لما بقابلك يومها بحس بايه، ده كفاية قوي. فهنا لو قال اي حاجة عادية يعني انا برتاح لما اشوفك، انا ببقى تعبان وبستريح، زي ما بقى مثلا عطشان واحس بان انا الظمأ بتاعي ارتوى، ودي طبعا يعني اللي ما يحسش بالمعنى ده الا اللي بيجرب الظمأ. انت جربت الظمأ كتير؟ مش عايزه كلام. اي الوان الظمأ يعني؟ يعني كل انواعه، يعني التعطش لكل شيء، يعني لكل راحه نفسيه، في كل يعني كل انواع الوصف يعني. شوف انت حللت الاغنيه دي تحليل ظريف قوي وحقيقي، يعني فعلا انه المؤلف اللي بيبتدي تعرف لما بشوفك ايه بحس بايه، مجرد ان يقول كده هيعمل حاله توقع، انا هستنى واي واحد هيستنى عشان يشوف هيحس بايه ويشوف اجابته تطلع ايه، فيطلع بعد كده زي ما يكون عطشان وشربت، زي ما يكون تعبان وارتحت، زي ما يكون ايه، زي ما بكون ايه كمان افتكر زي ما اكون عطشان وشربت، لا غنيها، زي ما اكون زعلان وفرحت، زي ما اكون تعبان وارتحت، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي. حلو والله. وبعدين ده اللي انا وبعدين حقيقه اللحن كمان يعني منطبق تمام الانطباق على الكلام، يعني ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي بتريح، هو ده بارجوك، لان انا عطشان ايضا الى هذه الاغنيه، عاوز اسمع جزء منها منك دلوقتي. بتنسيني
أقربي بتسليني زي ما أكون عطشان وشرب زي ما أكون زعلان وفرح زي ما أكون تعبان وارتاح ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي ده اللي أنا بشعر بيه يا حبيبي يا 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 طيب يعني في رأيك انه الفنان ذكاؤه وشخصيته ما بتلعبش دور في حياته يعني فنه فقط وموهبته ولا برضو الذكاء والشخصية لها رول ودور يعني في رأيي ما فيش حد في عالم الفن ما بيتمتعش بقدر كبير من الذكاء لا يمكن يكون في فنان بيرسم او فنان بيخطط تخطيط هندسي او بيبني او بيشتغل في النجارة او في الحديد فنان زخرفي او فنان موسيقي او فنان بيلقي كلمات او فنان فكر اديب الا اذا كان بينه وبين يعني مدار الفلك علاقة وبينه وبين الكواكب يعني هو الفنان ستار كوكب طب يبقى علاقة بينه وبين الكواكب ازاي يعني علاقته بالفن شاعرية يعني كل فنان اذا كان زخرفي او النماذج اللي انا بحاول ان انا افتكرها واقولها مثلا ان هو بينه وبينها علاقة يعني علاقة شاعرية استاذ عبد الحليم حافظ مثلا لو ذكاؤه اقل من هذا المقدار وهو ذكي جدا هل تفتكر انه كان يحظى بالمكانة التي يحظى بها قطعا هو عنده الموهبة لكن عنده قدر كبير من الذكاء ايضا عبد الوهاب تعتقدش انه ذكاؤه لعب دور في حياته برضو كفنان وصل للقمة ما هو حضرتك يعني اذا كان يعني ذكرت لي مثلا الاعلام يعني اتنين من الاعلام يعني ده شيء طبيعي جدا وتحصيل حاصل ان يعني العلم اللي وصل اليه الاستاذ عبد الوهاب والقدر اللي بيتمتع به من فن ومن عطاء يدل على ذكائه الخارق يعني وهو لو اقل من هذا في التفكير ما كانش بقى الاستاذ عبد الوهاب وكذلك الاستاذ عبد الحليم حافظ ايضا وكذلك نماذج كثيره جدا جدا من الفنانين تفتكر ايضا انه بعض الفنانين شخصيته او خفه دمه او كذا او كذا بتلعب دور برضو في جانب الموهبه يعني خفه الدم يعني خفه الظل برضو ذكاء يعني 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 شخصيه كل فنان لاستقلاله لنفسه او يعني عطاؤه ومعيشته لنفسه ويعني اظهاره للموهبة بتاعته دي لوحدها تعتبر ذكاء يعني. طب قولي كده بعض كلمات انت بتحس انها كانت جديدة او ادت يعني حفرت مجرى لدى الناس اي كلمات يعني من اغانيك يعني مثلا من احدث الاغاني اللي انا قدمتها في حفلات سنة 76 مثلا كشعر يعني الناس رايح تشكي للناس انا مالي ومال الناس اللي حبك هو انا واللي داق ظلمك انا واللي قاسى كتير انا واللي داره برضه انا وتعالى هنا واسألني انا واسمعني انا اللي اديتك وحرمتني انا اللي ريحتك وتعبتني يا خسارة ما عرفتش تحبني مثلا ده نموذج مثلا برضو في 76 من الاغاني اللي نجحت قوي كمان تعب القلوب يا هلال الله وجع القلوب يا هلال الله يعني او ده كلام يعني الواحد لما يسمعه من اول مرة يحس ان هو فيه قسوة شوية يعني لكن كلام منطقي جدا يعني خاصة ان مثلا الشاعر بيقول فيه
ما أخدته كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة. هو أنت وراكوا حاجة غير تعب القلوب وحياة تعبك يا قلبي لابعد عنهم وتوب. يعني أنا بحس مثلا في الغنوة دي إنها مناجاة اجتماعية عاطفية أو عاطفية اجتماعية. هو الحقيقة يعني رجل يعني أسقلته الألم فبيصرخ، والجميل فيها إنه بيصرخ هو أنت وراكوا حاجة. زي مثلا قال برضو حاجة في خفيفة الظل قوي اللي هي مثلا كله ماشي وهو كله ماشي ويا دنيا خلاص ما بقاش، الناس ليام دي تدور على الحب ما بتلقاش، رخصت يا دنيا الغالي وغليت اللي ما يسواش. يعني بيحاول يقول المعاني اللي موجودة مثلا في الأمثلة الشعبية في الأمثال الشعبية، وبيحاول في نفس الوقت إنه يكون اجتماعي عاطفي. يعني اللي هو أنا بنسميه اللي هو الأستاذ سيد مرسي حاليا إن هو بيناجي بكلماته عصرنا هذا. فعلا كله ماشي. طب انا اذا سمحت هل ممكن نسمع بتاعة التانية اللي وجع القلوب دي وبتاع؟ يعني ممكن قوي ده انا حتى اقدم للبرنامج لتسجيل هدية كامل. يعني اشكرك جدا جدا. ابدا شكر قوي قوي. تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، مشينا قسينا دارينا كذبنا، تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، مشينا قسينا دارينا كذبنا، تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، تعبنا قلوبنا وقلنا نصيبنا، مشينا قسينا دارينا كذبنا، خدونا وكنا ياريتنا خدونا، ياريتنا ما روحنا ياريتهم دونا، خدونا ياريتنا خدونا، ياريتنا ما روحنا ياريتهم دونا. وما بقاش في القلب حاجة، ما أخذ أستاذ محرم. يعني تناولنا في وجهة نظر عامة إحساسك بالكلمات، نشوف إحساسك باللحن. يعني كيف يحدث إن لحن ليك يصل إلى المسرح بعد ما الملحن ياخده بتقعدوا مع بعض وبروفات وتغذية، يعني التطورات اللي بتحصل للحن وتعدل فيه ما بتعدلش فيه، بيعجبك اللحن إزاي أو ما بيعجبكش إزاي كده يعني؟ لا يعني انا يعني معظم اغنياتي فيها فورم اللي بيتماشى مع يعني حياه بلدي الموسيقيه، يعني حياه وطني الموسيقيه، وفي مثلا فورم اخر او شكل اخر
بيتفق مثلا مع البحر الابيض المتوسط، وفي مثلا اشكال اخرى بتتفق مثلا مع الخليج العربي، في اشكال اخرى بتتفق مثلا او بتتناول مع مثلا ارتام وجمل موسيقية مثلا موجودة اكثريتها مثلا في المغرب، المغرب العربي. فمثلا ما نيجي نقول مثلا المغرب العربي، زي مثلا ما نيجي نقول يا ناس من جرح قلبي استوى بم تيم تتم بم تيم، الريتم هنا ريتم مغربي قوي. اما اجي مثلا اقول مثلا قلبي تا 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 اللي خدتي تا 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 تا، ده فورم مثلا بيشبهوه بفورم البحر الابيض المتوسط. يعني ممكن كل البلاد اللي على البحر الابيض المتوسط تقول النغم ده وتقول الفورم ده، ده ما فيهوش مثلا الكار دي تون، يعني ما فيهوش الربع تون للموسيقى، يعني اللي هي الشرقيه قوي اللي هو البياتي والصبا. فاما اجي اقول مثلا حاجات اللي هي مثلا مصريه قوي مثلا زي يا غزال اسكندراني يا غزال، مثلا دي حاجات بلدي يعني حاجات مصريه قوي اسكندرانيه قوي يعني كده. فكل الموسيقى ليها الطوابع بتاعتها يعني. طب بما ان كلام جميل قوي يا استاذ محرم حقيقه، بما ان البرنامج ده بيتذاع في قطر احدى بلاد الخليج، وانت قلت مثلا الحان بعضها يبقى فيه ايماءات من الخليج او روح الخليج او كده، زي ايه يعني؟ مثلا زي مثلا احدث حاجه برضو انا عملتها للخليج، اللي هي مثلا خلي جولون ترى خلي جولون ترى خلي جولون التجينا خلي جولون ترى خلي جولون ترى من عواذلنا من عواذلنا من عواذلنا اش علينا خلي جولون. اهو ده مثلا معمول من الليوة والطنبورة، يعني برضو دي دراسات، ويعني يعني انا دلوقتي اكلني بقول الاسرار اللي انا بعيشها او الدرس اللي انا طلعت بيه من تاريخ تجاربي يعني، وهكذا. وبرضه لسه بس كويس فعلا انك انت بتدي حاجات ملائمه لمناطق كتير في الوطن العربي. يعني برضو عايزين نسمع حاجه للسودان يكون فيها الايقاعات الارتام السودانيه، حاجات فيها الباديه. انت قلت انا السودان وسيادتك ذكرته، وانا سعيد جدا يعني ان يعني عايز اقول للناس الاستاذ طاهر ابو زيد
يعني اما يقول حاجات وانا اكون نفسي انها تتقال ومش عارف ايه هي وبعدين الاقيها هي فعلا. السودان الله يخليك، السودان فعلا انا بقالي فتره قريبه يعني من قريب يعني بسمع فعلا حاجات حديثه للسودان، لان فعلا في ناس ابتدت في السودان من الموسيقيين يعملوا فورم حلو جدا، لان السودان له طابع وافريقيا كلها الحقيقه الجنوب يعني له طابع في الموسيقى، وانا بحاول اسمع كتير الايام دي علشان نفسي اعمل فعلا حاجه، وان شاء الله محاولاتي يعني تكلل بالنجاح او تخرج للناس يعني. يعني انت بسبيلك الى عمل مشروع مثلا في ايقاعات سودانية او حاجة. افريقيا يعني. حلوة في دمنا يعني. وسخنة اصلها سخنة جدا. فعلا لان احنا مفروض ان الحاننا العربية لازم يكون ليها انتفاضة وفورم جديد وحديث علشان القلق اللي في الناس والملل، لان اوحش حاجة في حياة الشعوب كلها الملل، يعني الإنسان لا يقتل إلا الملل، فيجب أن نقتل الملل بالفن وبالعمل وبالاجتهاد. والله دي لفتة جميلة جدا منك أستاذ محرم، إنه الفن يستطيع إنه يحرك حياة الناس حين تركض زي البحيرة الراكدة. يعني الفن بيعمل إيقاع جديد فبيصحي الناس بيصحي الحياة. معلش بتشوقني قوي ان انا اسمع منك حاجة من الجو اللبناني، مثلا اوف موال لبناني اي حاجة كده. لا يعني انا مع يعني انا ممكن ارتجل طبعا واقول وكده، ولكن يعني انا احب لو ارتجلت من اعمالي او من حاجتي انا يعني ممكن الناس تغفر لي لو غلطت مع نفسي يعني، لكن لو انا ارتجلت الحاجات اللي يعني العتابة والقوف هو الحقيقة بناخده كلون يعني، يعني مش مهم الكلام مثلا يكون حافظه بالكامل وكده. اصلا نفسي اسمع منك موال مصري وموال لبناني، وبعتقد ان الاثنين دول رافدين في نهر من الأصالة لا يمكن ان ينضب ابدا. اصل في حاجة كمان مهمة جدا، يعني انا من جيل المعاهد والدراسات، يعني خدنا خط علمي ما هوش مرتجل، وانا مش بهاجم الارتجال يعني في الموال او في النغم، الارتجال برضو في ادراك وموهبة وجدان يعني في روحانيات ووجدانيات وهكذا يعني، فانا يعني ممكن ان انا اقول وارتجل واقول يا ليل واقول موال وده 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 في مناسبات وغير مناسبات وهكذا يعني، انما انا عايز اقول الموال اللي بعد دراسة يعني. عزول بنات وعزول في الجبال خصام، عايز يحوش الهوى هو الهوى ينفاش، في الجبال خصام.
الصبر عند العشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. ده الصبر عند العشقين حبال طوال، والشوك عشانهم لو حكم ينداس. والود عمره ما ينقطع عن ولاد. طبعا ده في بداية صداقتنا يعني. النهاردة هو بيقول انا هو انا يعني عملت غنوة مثلا فشلت، بيقول عليا انا، بيقول لي يعني هل في غنوه انت اديتها لملحن وما نجحتش؟ طب ما كل اغانيك بتنجح، ده وجهه نظر يعني. انت لحنت اغاني وانت مليان الفيتامينات، هو بيسميني انا من المطربين المعاصرين دلوقتي او اللي موجودين الجيل الحالي، المغني الوحيد اللي عنده، هو بيقول عليا ده بيمتلك كميه كبيره من فيتامين اللحن. يعني انا الوحيد في كل مطربين النهارده اللي بقدر يعني اللي عندي نغمه بنسبه بسيطه، اي نعم ماليش الحان كتيره، لكن هو بيحس كده يعني. فانا بستفيد من صداقته اكتر ما هو يلحن لي يعني. وبعدين ظروفه هو صعبه جدا، لاحظ دي، لان الاستاذ عبد الوهاب كان ملزم طول حياته بعمل فني كثير لكثيرين من الفنانين، ده شغله حتى عن سيده الغناء العربي الراحله الفنانه ام كلثوم الله يرحمها. لحن لأم كلثوم بعد معايشة ومعاصرة بينهم وبين بعض لا تقل عن 45 سنة. فيعني ظروف ألحان الأستاذ عبد الوهاب للفنانين بتحكمها الأعمال، بيحكمها منطق معين يعني إحنا نفهمه يعني. طب يا ترى تحية لعبد الوهاب، ممكن نسمع منك أي أغنية لي أو أغنية أنت تأثرت به في مطلع حياتك الفنية؟ انا جزء يعني من اغنيه يعني. انا تاثري بالاستاذ عبد الوهاب كان نتيجه لاخواتي الاكبر مني وانا طفل صغير جدا 3 4 سنين بسمعهم بيغنوا، كان ليا اخ بيغني حاجات الاستاذ عبد الوهاب وكنت بسمعه. وبعدين يعني الاستاذ عبد الوهاب يعني منهج ومرجع للفن الموسيقي العربي كبير جدا يعني. يعني انا كل ما يغني الاستاذ عبد الوهاب احبه واقوله يعني بيني وبين نفسي يعني تحير الاختيار يعني اختار بدون ما تفكر يعني اختار بدون ما تفكر يعني امسك العود وخلي العود ياخدك زي ما ياخدك يعني. انا مش عارف بسم الله الرحمن الرحيم يعني اخترت له انت من غير ما تحس، واحدة من اصعب اغانيه. هي فيها في مناسبة يعني، احنا كنا مع بعض اصدقاء ما بنناقش او انا اثرت الموضوع ده على اساس الاستاذ عبد الوهاب غنى للفلاح المصري قال محلاها عيشة الفلاح،
لكن غناله بشياكة، بشياكة حلوة وبنعومة راقية يعني برجولة صافية. يعني انا بقول ان احنا ليه ما اتبعناش كملحنين يعني هذا الاسلوب؟ يعني ليه انا بسمع حاجات تتقالت مثلا عن الفلاح احس انها يعني لا فيها الشياكة ولا فيها الحب ده تصويره للفلاح ولانه بيتمرغ على ارض براح، تصويره جميل جدا يخليني انا يا مثلا يا يعني اللي عايش في مثلا في المدينة ان انا اقلع بدلتي والبس الجلابية الزرقاء دي بتاعت الفلاح واتمرغ فعلا على الخضرة دي. طب ما تروح حد منعك؟ بيحصل طبعا. يعني انا عاوز اقول بس الفلاح غلبان وشقيان وحالته حالة. يعني هو عبد الوهاب هو بيقول محلاها عيشة الفلاح بمنتهى الروقان، ده روقان البال، لانه ما هوش عايش في المعاناة اللي فيها الفلاح. هو عامل زي محمد كريم لما جاي يخرج له افلامه الاولانية، كان بيطلع القرية المصرية نظيفة نظافة، يعني معمولة في الاستوديو كده، يعني شكلها شكل القرية لكن روحها ما هيش روح القرية، نظافة كده من الخارج وشكل جميل. دول الفلاحين لا يمكن، ما هو ده الفرق بين المدرسة الفانتازي او المدرسة اللي بتزوق قوي والمدرسة الواقعية. يعني واخد بالك، اصل احنا كفنانين بنشوف الـ 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 القرى، يعني بنشوف الـ 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 الاماكن دي من وجهة نظرنا احنا كفنانين. يمكن الشخص العادي لما يشوف الاماكن دي يقول مثلا ان فيها اتربة وفيها كذا وفيها كذا. انا شخصيا مرة اعترضت جنب العزبة مثلا بتاعتي مثلا في الهرم، كان معايا ناس من فرنسا حقيقي جد، دي واقعة يعني. فانا وانا بوصلهم عشان هم كان نفسهم يقضوا يوم في الريف يعني، فقبل ما ادخل للعزبة فلقيت كده بيوت مبنية بالطوب الناي وشكلها مش متناسق، وفي فلاحين قاعدين، وفي مثلا يعني البيت الريفي معروف يعني بيبقى بره في فرن، في فراخ بتجري، في حاجات كده. فانا بقول لهم يعني طبعا انتوا عارفين ان الريف بيبقى فيه المناظر دي يمكن ما تحبوش انتوا. قالوا لي ابدا بالعكس، ده هو ده. انا بقول لهم ان مفروض دي اماكن او دي بيوت هتتنقل تتبني بيوت تانية للفلاحين في حتة تانية، وهيبقى المدخل ده اوسع. قالوا لي ابدا اوعى تتوافق على انهم ان المحافظة مثلا تنقل ده بالعكس، ده دي الصورة الحقيقية. هم بيشوفوها يعني كناس عايشين في بيوت نظيفة قوي وفيها الموكيت وفيها النجف الجميل، وفي زي ما انت تاكل باستمرار حاجات حلوه وتورتات وبعدين تحن في يوم لحته جبنه قديمه او بتاع. هم هو ده الحنين بتاع الجبنه القديمه لحظه يعني. استاذ محرم فؤاد، عاوز اكلمك عن تجربتك في التلحين. انت لحنت كم اغنيه؟ والله كتير. ليك ولغيرك ولا ليك انت بس؟ ما افتكرش حد غنالي من الحاني يعني. يعني انا لحنت لصوت معين؟ لا، لان اولا ما فيش صوت معين فاضي علشان مثلا انا اخلع عليه نغمة جديدة او اسلوب جديد. وبعدين انا الحاجات اللي عملتها وصلت الاساتذة الملحنين الكبار لحاجات في صوتي انا ما كانوش هم يعني ناويين عليها. طب كويس قوي اللي انت بتكتشف ذاتك يعني، تكتشف نفسك يعني. اللحن اللي انت عملته اسمه ايه؟ يعني مثلا من اول غدارين، قولي بحبك، قولي بحبك لاخر مدى، مسا التماس يا قمر، غير الحاجات اللي ليها مناسبات يعني. يعني من كده انك لازلت مستمر في انك تلحن لنفسك بين الحين والحين؟ والله على يعني على قدر ما انا يعني اول ما بلاقي نفسي مثلا مش لاقية في الملحنين مثلا فكرة جديدة او مثلا فورمة جديدة بحاول انا ابتدي بيها على الاقل يعني. يعني انا ابتديت مثلا بالفورم اللي هو بتاع مثلا اللي هو سماه الاستاذ كمال الملاخ، ده فورم البحر الابيض المتوسط. وفعلا يعني في مطربة كبيرة جدا في ايران سمعت اللحن ده واخدت الموسيقى بتاعته ونفذتها على كلام فارسي. اللي هو لحن ايه؟ اللي هي المطربة جوجوش، اللي هو قلبي اللي خدتيه رجعيه. انا ابتديت ده، مش عايز اقول ان انا اول ما ابتدى اللون ده، لا، اللون ده ابتدى برضو فيه وقاله الاستاذ عبد الوهاب. يعني زي مثلا
انا والعذاب وهواك، زي لا مش انا اللي ابكي، اللي هو الفورم اللي مفروض لازم يكون موجود. يعني احنا مش موسيقانا بس هي الفولكلور يعني، وبعدين احنا لازم نتطور زي ما العصر بيتطور وزي ما القوانين بتتطور وزي ما الانسان بيتطور وبيوصل للقمر وبيلف الكرة الارضية بصاروخ يعني. بس المهم هل انت تطورت باللحن فعلا؟ يعني اللحن ده انا فعلا مختلف فيه عن غنائي. يعني لما اجي اقول مثلا، لما اجي اقارنه ما بين مثلا الحلوة داير شباكة شجر فاكة، يعني ده لحن شعبي قوي. انما ما اقول قلبي تا 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 اللي خطيرة لا 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 توم رجعت رارم، هنا يعني مزيكا شياكة خالص، ولازم ده بقى موجود وده موجود. يعني جو غربي يعني، يعني واخد اللون الغربي. لا هو البحر الابيض المتوسط. هو انا 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 من الناس اللي انت بتحب البحر الابيض المتوسط قوي باين، يعني لان موسيقى اصلها ليها طابع. يعني اللي هو البحر الابيض المتوسط يعني معالمه مثلا واضحه قوي في الموسيقى اليونانيه اللي هي البيزوكيا، اللي هي كلها موسيقى نقر يعني على الات وتريه نقر وكده. فدي من معالم البحر الابيض، لما الواحد يذكرها هيلاقي مثلا مارسيليا على البحر الابيض، فاذا موسيقى الفرنسوية فيها من ريحة البحر والمية في البحر الأبيض. اليونان وعين بقيت كل البلاد اللي على البحر الأبيض المتوسط تلاقي موسيقى قريبة من بعضها. يعني الحجاز يعني يا زين يا زين يا زين العابدين، يا ورد يا ورد انفتح جوه البساتين، ده البحر الأبيض المتوسط، لأن ده نغم كل البلاد دي بتقول منه، وده اللي بيغني منه ديميس روسس، لانه يوناني مولود في مصر اتربى في مصر في اسكندريه. فكل الالحان اللي بيغنيها ديميس روسوس هي الالحان بتاعت البحر الابيض المتوسط. اما يقول جود باي ماي لاف جود باي، بلدي قوي، جود باي ماي لاف جود باي، ده يعني بالظبط قريب قوي من الحاجات دي يعني. طيب انا كنت عاوزك تقول حاجه اللي انت قلتها من نفسك يعني. لا يعني دي زنه كده يعني هفوه. أستاذ محرم فؤاد، تجربتك في السينما، يعني أنت بدأت في حسن ونعيمة أول فيلم عملته مش كده؟ طب أنت بتقيم تجربتك دي إزاي؟ يعني هل هي تجربة باستمرار صاعدة ومنفتحة، ولا تجربة قبل الطريق مسدود؟ وليه؟ أنا كان في عقبة إن أنا كنت صغير وبغني 13-14 سنة. لما كانوا يقولوا لي مثلا تعالى غني غنوه في فيلم، فكنت اقول لا. لما كانوا يقولوا لي تعالى غني في الاذاعه اقول لهم لا، انا لسه بتعلم، انا لسه بغني، مع اني كنت بطلع المسرح وبغني وكنت بمثل مثلا شخصيات عديده جدا، والبس لبس واثنين وثلاثه واغير بين الكواليس، واعمل مره اهواجي في روايه على المسرح مثلا، مسارح التياترات بتاعتنا. وقعدت في مسرح 3 سنين كان فوق سينما ريفولي اسمه سيروس.
يعني مش مستعجل، ما كنتش مستعجل ان انا يعني عايز، مجرد ان انا وانا اذا كان ربنا اختارني لهذا الطريق فاذا لازم الحمد لله رب العالمين يكون حاطط لي كمان الصبر وال يعني والجلد، ان انا مش مجرد ان انا عايز اظهر ولا عايز ابان ولا عايز اعمل عمل ابدا، يعني انا خدتها بالمران وبالدراسة وبالهدوء وبالسكينة وبالبساطة. فكان عقبة كبيرة جدا ان انا وانا عمري 19 سنة اكتشفني الاستاذ حسن رمزي في اسكندرية في عمل بقوم بيه في الاسكندرية، وجابني مصر رغم ان انا ابن القاهرة، لكن كنت بقى ايه زهقت من القاهرة وعاوز اقعد بقى في اسكندرية شوية وابقى يعني ايه منعم بالحياه والبحر جنب البحر الابيض المتوسط البحر المتوسط. فاللي حصل اني جيت هنا قعدت سنه، الاستاذ حسن رمزي يدفع لي ما هي شهريه واروح كل يوم المكتب عنده، ومنعني اني اشتغل بقى في تياترو او مثلا في كباريه او مثلا في نايت كلاب او يعني التزم كل يوم بالظهور، يعني يقول لي اه فرح ما عنديش مانع روح سنه. فتعذبت جدا بيني وبين نفسي، فحسيت ان هنا في عقبه. ايه هي؟ ان مفيش روايه تلائم لواحد عمره 19 سنه، الا لما جت فرصه حسن ونعيمه، كانوا كل المخرجين ابتدوا طبعا يعرفوني الا عن طريق الاستاذ حسن رمزي ولا عن طريق الحفلات او الافراح وهكذا، وابتدت الفرصه جاتني لحسن ونعيمه من الاستاذ حسن رمزي او من التعاقد اللي هو متعاقد معايا بيه يعني، وسمح رغم انه كان محتكرني سمح ان انا اول فيلم اعمله مع غيره، ودي كانت لفتة عظيمة جدا ويعني جميل عمري ما حنساه طول حياتي للاستاذ حسن رمزي رحمة الله عليه. هو توفى قريبا جدا، يعني كان ابويا الروحاني يعني. بعد حسن ونعيمة عملت افلام؟ اه يعني مثلت حوالي 14 فيلم منها 3 انتاجي انا. حسيت ان انا يعني يا اعمل فيلم بقى بعد، يعني انا بقالي سنتين ما عملتش فيلم. اخر فيلم عملته بعد كان الاسماء المشهوره، عملت فيلم حسن ونعيمه ولحن السعاده ونصف عذراء ودعني حب وشباب طائش وعتاب والصبا والجمال وولدته من جديد وعشاء الحياه ومن غير معاد والملكه وانا، يعني عدد كبير من الافلام. برافو على ذاكرتك. مش قادر، مش في حاجات نسيها. وانتاجك افلامك اللي انت انتجتها كسبت ولا ما كسبتش؟ والله يعني عشاء الحياه غطى تقريبا مصاريفه بالعافيه يعني، لان انا انفقت كثير على الافلام دي، لان انا بتهيألي الفنان لما يجي يعمل سينما او ما اعرفش او يمكن انا يعني حظي كان كده، بتهيألي ان يعني مش هيبخل على الفيلم اللي هو بيعمله، ف هيصرف عليه زيادة عن احتياجاته يعني. طب ممكن نسمع حاجة من أفلامك وليكن من أول فيلم ليك حسن ونعيمة؟ حسن ونعيمة كان في أنا في الفيلم ده، كان مفروض الفيلم ده إنتاج الأستاذ عبد الوهاب والأستاذ بركات. أيوه. كانوا شركة واحدة. فالأستاذ عبد الوهاب لما أنا لقيته مهتم بيا وبيحبني قوي، فأنا قلت له يا أستاذ عبد الوهاب أنا هطلب حاجة منك ما تزعلكش. قال لي إيه هي؟ قلت له ما تلحنليش في الفيلم ده. قال لي ليه؟ قلت له لان انت ملحن عظيم جدا وكبير جدا وانت قمه الموسيقيين في العالم العربي، وانا لسه الجمهور ما يعرفنيش الا عن طريق تياترو او عن طريق فرح وهكذا، فانا عايز اشتغل مع او صوتي يتحط على مزيكه ملحن من الملحنين اللي في النص، في نص السكه، زي مثلا كان في الوقت ده اللي مثلا يعتبر في نص السكه مش في القمه قوي 100%، كان الاستاذ الموجي، بليغ حمدي، كمال الطويل يعني. طبعا دي يعني مش تقلل من قدرهم، هم اساتذه كبار جدا، ولكن كان في الوقت ده كمان في صله بتربطني يعني نشأ. انا نشأت مع بليغ مع بعض، وكان الاستاذ الموجي اخ اكبر لينا، لكن كان بيتردد علينا في المعهد وكان يعرفنا وكان بيحضر لنا افراح وحفلات ويعني كان في صله. فالاستاذ الموجي كان نفسه فعلا ان انا
اخد فرصه وكده. وحتى انا لما اخترت الاستاذ الموجي في الفيلم كان رايه يخالف راي الاستاذ عبد الوهاب. يعني الاستاذ عبد الوهاب كان عايز الاستاذ محمود الشريف واحمد صدقي. فانا طلبت محمد الموجي واصريت عليه. لحن لك ايه محمد موجي؟ لحن لي بقى غنوتين بس زي ما انا طلبت. قلت لهم انا عايز اغني غنوتين بس علشان يبقى عليهم تركيز يعني. اللي هم غنوه رمش عينه وغنوه الحلوه دار شباكها وكذا يعني. طب نسمع منهم ايه دلوقتي؟ والله يعني اللي موجود يعني. اللي موجود ايه؟ اللي موجود منهم؟ لا يعني انا اغني انا يعني انا خايف جزء أنا لا لا بالعكس غنيت كتير. لا هو ده يعني لا لا بالعكس لا احنا عاوزين نسمع اكتر يعني. مع اصلا ما بغنيش ابدا في يعني في الحاجات القديمه قوي دي. لا انا اصلا عاوز الجمهور يحس ان انا بالطبيعيه يعني جدا في تسجيل هذا البرنامج. كنتش عاوز تقولها وطلعت تحية لأول أغنية شهرتك كده. أستاذ محرم أنا بدأت في حديثي أكلمك وأقولك على الظمأ وقلت لي أنت إنك عندك ظمأ لحاجة كتير. ممكن نختم البرنامج إنك تقول لي عندك ظمأ لإيه وبمنتهى الصدق؟ أنا دايما يعني أنا ظمأن لحاجات كثيرة جدا. عد على صوابعك. يعني ظمأن يعني ظمأ روحاني يعني. ما هو مفهوم يعني. دايما عندي ظمأ للأحاديث الشريفة النبوية. عندي ظمأ مثلا للأمثال الشعبية النادرة اللي من خلالها الإنسان بيتعظ وبيبني على أفكارها أشياء تفيده. وأنا بحكي أسرار بيني وبين نفسي يعني ما كنتش أنا أحب أحتفظ بالكثير لنفسي ويعني ما اقولش الا القليل عن نفسي يعني. ولكن كلامك يا استاذ طاهر يعني الله يخليك يجتذب من الانسان او ينتزع من الانسان نفسه واشياء يعني. عندي ظمأ للتعبير عن المحبه والسلام. عندي ظمأ لارشاد نفسي الى طريق سليم فني مستقيم. عندي ظمأ لان احيا حياه كريمه. عندي ظمأ لأن نفسيتي تكون مرتاحة في أعمالي الفنية. ودي يمكن أكتر أنواع الظمأ. ومتعطش لأني ما بلاقيش اللي بيريحني نفسيا يعني صراحة في التعامل مع الأجهزة أو مع مثلا الـ 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 يعني البلاد اللي بشتغل معاها. يعني كل عمل بعمله عشان أجامل الأول. لكن أنا لحد النهاردة ما حدش جاملني أنا. فيمكن أكتر شيء ظمأن لي أن أجامل بقدر ما أجامل يعني أو جملت. طب إحنا بنشكرك جدا على إنك جاملتنا وسجلت. لا ما أقصدش والله. لا لا. أنت ذكي جدا. لا. لكن مش ده قصدي 100%. لا 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 أنا فاهم إنك أنت مش قصد الحقيقة. إنما أنا واثق إنه أنا بتمنى إن كل مستمع سمع البرنامج ده دلوقتي بيقول زي ما أكون عطشان وشربت. وانه يكون فعلا ايضا المستمعين رووا ظمأهم لسماع محرم فؤاد. اتمنى واكون سعيد جدا لو حظيت انا بهذا يعني. اشكرك جدا واحييك واتمنى لك كل توفيق وكل نجاح دائم ان شاء الله. الف شكر. رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه.
الليالي كنت خالي وقلبي خالي ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي فات عليا الحلو الاسمر امشي وقال لي حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه أيها السادة شكرا وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع السهرة المفتوحة لكم مني أطيب المنى طاهر أبو زيد